إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. صناع عمان سوف يوفر ورشة عمل متاحة للجميع. كانت فكرتنا عبارة عن منصة ذكية تحل عدة مشكلات. الفكرة الأساسية من البرنامج هو تنمية شخصية التلميذ المبتكر. حوار مع باحث، نبني بخطى ثابتة، منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة، منسجمة مع التوجهات العالمية، ونتيح للباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. حوار مع بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت بكم الأوقات خيرا ونورا مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء بحثي علمي متجدد من برنامجكم حوار مع باحث. نرجو لكم جميعا عاما مكللا بالخير والنجاح، كما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تدعوكم إلى اقتناء مجلة إضاءات علمية في عددها 41 الذي يناقش موضوعات مختلفة متصلة بموضوعات الأمن الدوائي الذي يعد ضرورة وطنية وقودها البحث والتطوير، إضافة إلى استعراض عدد من المشروعات البحثية والأخبار العلمية والابتكارية. أما موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع فسيكون حول دراسة بحثية، مشروع بحثي عماني يدمج تكنولوجيا النانو مع المعرفة التقليدية لزيت اللبان، فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذا المشروع البحثي. ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بالدكتورة ريا بنت أحمد البلوشية، وهي الباحثة الرئيسية في هذا المشروع البحثي الذي يدمج تكنولوجيا النانو مع المعرفة التقليدية لزيت اللبان. أهلا ومرحبا بكم دكتورة ريا معنا في برنامج حوار مع باحث. أهلا وسهلا فيك أستاذ راشد بالمستمعين الكرام، وأشكرك طبعا على الاستضافة، وأنا سعيدة جدا أني أكون أحد ضيوف هذا البرنامج المميز. حياكم الله دكتورة. إذن هذا الفريق البحثي من جامعة الشرقية الذي درس هذا الموضوع البحثي، بدءا دكتورة ما الفكرة العامة التي يدور حولها هذا المشروع البحثي والذي دعاكم في الجامعة إلى البحث فيه؟ بالنسبة لفكرة المشروع البحثي جاء أساسا اللي هي بالنسبة لمعروف عن أن السرطان هو سبب رئيسي للوفاة، وأكثر اللي هو حالات أو أمراض السرطان شيوعا هي سرطان الثدي، وهي طبعا أكثر شيوع بين النساء، وهو سبب رئيسي للوفيات في الفترة الأخيرة، يعني في الولايات المتحدة تقريبا 300 ألف امرأة مصابة
بسرطان الثدي عام 2022 تقريبا، وبالتالي كان في حاجة إن نوجد نحاول نوجد علاجات، وكان التركيز على نوع معين. عادة لما تكون في أبحاث يفضل إن في البداية يتم التركيز على أنواع معينة، بعد ذلك إذا كانت النتائج إيجابية يتم التجريب على الأنواع الأخرى، فتم الاختيار سرطان الثدي معها بالإضافة إلى سرطان الرئة. فبدأنا طبعا بالدراسة، وبحيث نحس نوجد علاج محلي من المتوفر في البيئة. فمن خلال الدراسات لاحظنا إن زيت اللبان أو اللبان بشكل عام عليه دراسات كثيرة وكمضادات للسرطان، بالإضافة إلى اللي هي مثل التعقيم وغيرها. فإحنا ركزنا على اللي هي مضاد السرطان، وبدأنا باستخلاص اللبان ورحنا في الدراسة. فكانت هي الفكرة الرئيسية إن زيت اللبان في بما إن زيت، وبالتالي في مشكلة في الذوبانية، فكان الذوبانية عنده ضعيفة، فحاولنا نوجد طريقة بحيث إنه يكون ذائب أكثر، وبالتالي يكون امتصاصه في الجلد أسرع أو بالجسم يكون أسرع. وجاءت من هنا الفكرة اللي هي تحضير مستحلب نانو من زيت اللبان. وكما هو معروف دكتورة أن مستخلص اللبان يحتوي على مواد نباتية كيميائية مختلفة لها نشاط عال ومضاد للسرطان، وكما هو معروف الآن، ما هو الأسلوب العلمي الذي تم استخدامه في مشروعكم البحثي، والمراحل والخطوات التي مرت بها دراستكم؟ نعم طبعا مثل ما قلت إن فعلا زيت اللبان له الكثير من التطبيقات الصحية، ومن ضمنها اللي هو في العلاج السرطان. فبدأنا أولا باستخلاص زيت اللبان، وأخذنا اللبان من المحلات المتوفرة هنا التقليدية، وأخذنا هذا اللبان. أول خطوة كانت استخلاص الزيت، واستخلصناها في المختبر عندنا هنا. بعد ما استخلصنا، حتى طريقة الاستخلاص اللي استخدمناها نوعا ما مختلفة عن اللي منتشر. عادة يستخدموا الطريقة المائية، احنا استخدمنا طريقة ثانية اللي هي باستخدام مذيب الهكسان، وكان سريع جدا بالطريقة الباردة، سريع جدا. وبعد ذلك تم التخلص من هذا المذيب والحصول على المستخلص. بعد الحصول على المستخلص كانت الخطوة الثانية اللي هي تحضير النانو إيمولشن اللي هي مستحلب النانو. ولتحضير مستحلب النانو عبارة عن وش هذا المستحلب؟ أنت تخلط ماء مع زيت اللبان، ولازم ندمجه مع بعض بحيث أن نقدر ندمجهم. يتم إضافة مواد استحلاب عشان تختار مادة الاستحلاب المناسبة. أنت هنا لازم تجرب أكثر من نوع. طبعا رجعنا للدراسات السابقة وبدأنا نشوف إذا في تجارب سابقة. دائما الباحث يبدأ يكمل على اللي بدأه الآخرون، ما نبدأ من الصفر أبدا، إلا طبعا في التجارب اللي هي الأخرى السريعة. فبدأنا نجرب أكثر من نوع إلى أن توصلنا إلى نسبة معينة من المستحلب، من أقصد الماء والزيت ومادة الاستحلاب، النسبة اللي تعطيني أكثر كمية من جزيئات النانو اللي هي الزيت تكون بحجم النانو. بعد ما حضرنا النانو إيميلشن، طبعا هذه المستحلب، أقصد مستحلب النانو، وهي خطوات طبعا طويلة وتأخذ وقت طويل لحد ما حصلنا على النسبة. بدأنا في اللي هي إجراء التجارب البيولوجية بحيث نشوف مدى كفاءة وفعالية هذا المستحلب وأيضا المستخلص زيت اللبان، بحيث نقارن بين المستحلب وبين زيت اللبان العادي. فسوينا تجارب بيولوجية عديدة بالتعاون مع مؤسسات هنا اللي هي خليجية ودولية، فكانت في تجارب مختلفة من خلالها كانت المؤشرات إيجابية ولله الحمد. طيب ماذا عن أهم النتائج التي توصلت إليها دراستكم البحثية؟ إذا ما عرفنا بأن مفهوم الصناعات الدوائية في سلطنة عمان لا يزال في مراحل أولية وبسيطة جدا، فقد تسهم دراستكم في تطوير هذه المنتجات الصيدلانية والدوائية، فما أبرز مخرجات ونتائج مشروعكم البحثي دكتورة؟
نعم، من أبرز النتائج أولا هي تحضير المستخلص بالطريقة اللي ذكرتها، وأيضا الشيء الثاني اللي هو تحضير مستحلب النانو من زيت اللبان، وهذه كانت طبعا أهم الأشياء. بعد ذلك اللي هو التأكد من مدى فعاليته، فتأكدنا من الفعالية بإجراء عدد من التجارب، فكانت النتائج أن مستخلص مستحلب النانو لمستخلص زيت اللبان فعال جدا في كمضاد للسرطان، وأيضا في امتصاصه، يعني الجلد يمتص هذا مستحلب النانو بشكل أكبر من لما يكون في صورة زيت لبان، فزادت بالتالي نتوقع طبعا أن تزيد في حال تجربتها على الحيوان لاحقا إن شاء الله، نتوقع أيضا أن يكون الامتصاص عالي. وبما أن في طبعا معروف أن حاليا وش الطريقة المناسبة اللي تستخدم أو الأكثر فعالية حاليا اللي هي العلاج الكيماوي، وش مشكلة العلاج الكيماوي؟ المشكلة أن يضر أجهزة أو الخلايا الأخرى، يعني ما أنت تدخله على أن يعالج الورم ولكن أيضا قد يؤثر على الأعضاء الأخرى، وهذه من الأشياء الجانبية أو المؤثرات الجانبية للعلاج الكيماوي، بالإضافة إلى عوامل إيجابية أخرى جانبية أقصد أخرى. فإحنا ركزنا بحيث أن لما تحول أنت إلى هذه الجزيئات النانوية الصغيرة، إذا هنا أنت عندك كميات بسيطة بتحتاج من الدواء، وأيضا تكون فعالية أكثر بحيث أنها تروح للورم مكان الإصابة الهدف وتعالجه، ويبقى هناك لفترة أطول من اللي هو العلاج العادي أو المستخدم اللي هو في العلاج الكيماوي. وبالتالي أنت كذا ما تأثر على الخلايا الأخرى، لأن الكمية بسيطة صغيرة جدا، إذا يا تعالج الورم بدون تأثير، أو إذا كان في تأثير يكون بسيط جدا مقارنة بالعلاج اللي موجود حاليا. فكانت هذه هي أهم نتيجة اللي هي أنها فعال في علاج سرطان الثدي والرئة، لأن جربنا على هذا النوعين. نعم، هل من الممكن التوسع في أنواع سرطانات أخرى دكتورة لإثبات نتائج هذا المستخلص والزيت في معالجتها ودوائها؟ نعم أكيد، هذه هي الخطة القادمة إن شاء الله، بما أن أعطى نتيجة إيجابية مع سرطان الثدي وسرطان الرئة، فإحنا إن شاء الله كخطة قادمة نعمل على جانبين. جانب نحاول نطلع اللي هو أو نستخلص المادة الفعالة الأكتف ريجنت اللي هي موجودة في اللبان، وفي الجهة الأخرى نحاول نعيد نفس هذه التجارب على أنواع أخرى من السرطان، مثل سرطان الجلد، سرطان ممكن الدم وغيرها، لكن كخطة أولية اللي هو سرطان الجلد، لأنه كان من ضمن الأهداف أن نجرب على سرطان الجلد، ولكن لضيق الوقت وانتهاء الفترة المحددة اكتفينا بالتجريب على هذين النوعين. لكن كخطة قادمة نعم ممكن بنجرب أنواع أخرى، وأيضا في خطة أن نجرب على أمراض أخرى غير السرطان. نعم، إن شاء الله. هي الفكرة أن إذا ما عدنا إلى بيئتنا العمانية، فإن النباتات العمانية غنية بالكثير من المواد التي من الممكن تضمينها ضمن الجوانب الدوائية والعلاجية. ماذا عن المشروعات القادمة دكتورة إن شاء الله في المجالات الكيميائية ومجالات العلاجية والدوائية أيضا؟ طبعا إحنا حاليا نبدأ في المرحلة القادمة، نكتب المقترح ونشوف الخطة القادمة. نعم. ويتم التواصل مع اللي هم الأعضاء من جامعة حائل ومن جامعة لوفيل الأمريكية وبالهند أيضا، فإن شاء الله نضع اللي هي الخطة القادمة، بأن يتم بنركز حاليا على اللبان ونشوف أنواع سرطان أخرى، وأيضا نحاول ندرس مدى ثباتية اللي هو المستحلب النانو، لأن الثبات مهم جدا. إحنا اختبرنا الثبات، لأن أنت لما يكون معك ماء وزيت بعد فترة ممكن يرجع وينفصلوا، إحنا نريد الثبات بحيث أن هذه الجزيئات النانو تكون معالقة، يعني كمستحلب ما تنفصل بعد فترة. ف
فإحنا طبعا اختبرنا ثبات فكان الثبات جيد. الحين نريد نشوف مدة الثبات، يعني بنشوف الفترة اللي ممكن يظل فيها ثابت، لأن أنت عشان تستخدمه كعلاج الثبات مهم جدا. فبالإضافة إلى اختبارات أخرى إن شاء الله بنقوم فيها. بالنسبة للنباتات الأخرى هذه بتكون الخطة اللي بعدها، بعد ما إحنا ننتهي من هذا. أيضا في أساسا دراسات أخرى تم إجراء على نباتات أخرى، دراسات على نباتات أخرى وكانت أيضا لها فعالية، فإن شاء الله في معنا خطة قادمة. ولكن حاليا بركز دائما أنت تركز على شيء واحد وتبدأ تختبر كفاءته بحيث نطلع بمنتج بعد ذلك نجرب على مواد أخرى. كل التوفيق نرجوه لكم، ونشكرك في ختام هذا اللقاء دكتورة ريا بنت أحمد البلوشية، الباحثة الرئيسية في هذا المشروع البحثي الذي يدمج تكنولوجيا النانو مع المعرفة التقليدية لزيت اللبان. شكرا لكم دكتورة. شكرا وبارك الله فيكم، يوم سعيد إن شاء الله. شكرا. شكرا. كما نشكركم مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. لقاؤنا بكم يتجدد الأسبوع القادم في سبر لأغوار معرفة بحثية علمية أخرى. شكرا لكم جميعا لطيب المتابعة، إلى الملتقى. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.